أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع المساحة الطبية، وموضوع بهم كل يمكن اثنين هلأ مقبلين على الزواج أو متزوجين جديد هو الإنجاب. يمكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة سلمى والمعيشية كثير من الأزواج بتأجل الإنجاب لبعد سنتين أو ثلاثة لتقلك أنه أنا مستعدة نفسيا وجسديا وحتى ماديا. اليوم أكيد نور، وبتختلف الوسائل لحتى يتم تأخير عملية الإنجاب، ولكن كتير بنسمع أحيانا أنه ممكن تكون طبعا تناول حبوب منع الحمل بكثرة ببداية الزواج من أجل تأخير الإنجاب هو سبب من أسباب فيما بعد عدم حصول الإنجاب. شو التفاصيل حقيقة هذا الموضوع؟ شو السبب الحقيقي اللي ممكن يكون وراء هذا الموضوع؟ كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور بسام الفلوف، اختصاصي بالتوليد والجراحة النسائية. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يمكن كثير من الناس هلا عم تتابعنا، وهذا موضوع كثير مهم لكل زوجين جداد. موانع الحمل اللي بيتم اللجوء إلى بتأثر فعليا على الإنجاب مع مرور الوقت؟ تمام. هلا أول شيء بدنا نصنف موانع الحمل. هي موانع الحمل بنسميها الطبيعية وموانع الحمل الآلية اللي بنستخدم فيها مواد. موانع الحمل الطبيعية هي تعتمد مثلا العد، في طرق للعد أو الأرضاع يعتبر من موانع الحمل الطبيعية. طبعا هي موانع ضعيفة، يعني ما أنا موانع يعني نسبة نجاحها قوية ضعيفة. الجماع المبتور هي أي طرق بيسموها موانع الحمل الطبيعية. القسم الثاني هو موانع الحمل الآلية اللي هي بتعتمد استخدام وسيلة مثل الحب المانع بأنواعه، مثل اللولب مثلا، مثل في بعض الإبر اللي بنعطيها موانع حمل طويلة الأمد، مثل ربط الأنابيب أو ربط البوقين. هاي موانع حمل آلية، هاي نفسها في موانع حمل قطعية مثل الربط إنه ما في عودة، وفي موانع حمل مؤقتة خلال فترة استخدامها تمنع الحمل وبعدين بينتهي دورها. طبعا أشرت لنقطة وهي الحقيقة معنى صحيحة، إنه استخدام موانع الحمل الفموية يعني الحب المانع سيؤدي مع الوقت إلى حدوث مثلا عقم أو ضعف بالإنجاب. طبعا هذا الكلام بعيد عن الصحة تماما. أبدا ما بيعمل الحب المانع، معظم وسائل منع الحمل ما بتعمل حالة عقم غير عكوسي أو غير قابلة للعودة، هي حتى ما بتعمل عقم أبدا. ممكن اللولب إذا كان في مشاكل أخرى عند الأنثى بوجود اللولب تتفاقم بعض الأمور تمنع الحمل فترة مؤقتة قادرين على علاجها. إنما مانع حمل فموي، حب مانع يعمل عقم، كثير بنسمعها بعياداتنا، كثير بيخافوا من العالم. طبعا الكلمة معنا صحيحة. هون بحب شير لنقطة، أنا ماني عم شجع الحب المانع خاصة للمتزوجين جديد، بالعكس أنا ببعض الأحيان بوقف ضد هذا التصرف، بس مش لأنه الحب المانع بده يعمل عقم أبدا، لأنه هي أساسا السيدة بتعتبر حالها عم تستخدم مانع حمل فترة من الزمن ليكون سنة أو سنتين. نحن دائما بدنا نعطي فرصة ليصير حمل. الفرصة كل الدراسات أشارت أنه لازم تكون سنة، يعني أنا اليوم قررت أنه ألغي منع الحمل لازم انتظر سنة لشوف بيصير ولا ما بيصير حمل. مشكلة السيدة اللي عم تاخد حد مانع فترة من الزمان وقت تقرر يصير حمل خلال شهرين بتضوج، يعني خلاص أنا عندي عقم، أنا ما حبلت، أنا وضعي سيء، عندي مشكلة. هذا السبب اللي بيخلينا إلا لا تستخدمي وسيلة منع، أول ولد لا توقفي وش، لأنه هي بالأخير وقت بدها تلغي الحب المانع إذا عندها مشكلة بسيطة بدها شوية وقت تنحل حالها بدون تدخل، هي بيكون ما عندها هذا الصبر. هي بفكر حالها اليوم خلصت منع بكرة لازم. لذلك أنا ما بشجع الحب المانع من أول الزواج، إنما بمراحل الحياة طبعا وسائل كتير ممتازة وضرورية أحيانا
نستخدمها. طيب دكتور، عادة بيقولوا أنه حبوب منع الحمل لها تأثير طويل، يعني مو مثلا نحن اليوم وقفنا ثاني يوم رح يصير حمل مثل ما حضرتك حكيت. صح. حتى مثلا بعض الصبايا اللي بيكونوا مقبلين على الزواج بيكونوا عم يتعالجوا مثلا من كيسات المبيض او ما غيره من المشاكل اللي بيضطروا انه ياخذوا حبوب منع الحمل، بيقولوا لهم اذا مقبلين على الزواج بكون تنتبهوا لانه تاثير هي الحبوب شوي بيضل فتره شوي ما دغري بينتهي. وفي اطباء بيكون عندهم رؤيه مختلفه بيقولوا لا، اذا انت بتاخذي حبوب منع الحمل وانت متزوجه اذا خربطتي بالتواريخ ممكن يصير حمل، فخلينا نعرف مدى تأثير هاي الحبوب ما أصلاً. ما في تأثير إذا السيدة عم تأخذ حبل المانع بشكل منتظم، نسبة فشله كتير ضعيفة إذا ما خربطت فيه. ممكن يعمل ضعف مثلاً بالإنجاب شهر أو شهرين بعد ما توقف الحبل المانع، إنما يعمل إشكالية هذا مستحيل الكلام. لكن هون أشرت إلى نقطة، البنت اللي أساساً عم تستخدم وسيلة منع حمل لوجود مشكلة عندها، هي أساساً عندها مشكلة، يعني هي مشكلتها يلي بدها تخليها ما تحبل، مثلاً مريضة PCO مبيض متعدد الكيسات، هي عم تستخدم وسائل منع حمل لتنظم الدورة وتخفف آثار PCO على جسمها، هي أساساً عندها مشكلة، مو هي أخذت حب مانع عدى لوجود مشكلة، بعد الفكرة، هي أساساً عم تستخدم. ليش البنت ببلادنا لا بالغرب بيستخدموا حب المانع لمية سبب، نحن ببلادنا بنت غير متزوجة ليش بتستخدم حب مانع؟ لوجود مشكلة عندها، فهي المشكلة اللي بدها تكون سبب لعدم الإنجاب مش الحب المانع. الحب المانع لازم نكون أمينين جدا إنه استخدامه لا يؤدي إلى عقم ولا إلى تأخر إنجاب طويل أمد، ممكن شهر أو شهرين من ساير إنه إيه أحيانا بيضيف الإباضة فترة بين ما ترجع الدورة تأخذ وضع الطبيعي، إنما أنه يعمل عقم أبداً ما في داعي يخاف منه. طيب دكتور، بداية حديثنا ذكرت أنواع لموانع الحمل، ولهيك نحن عم نحاول نسأل كل التفاصيل اللي بتخطر على باب بال الصبية أو السيدة، لكل الموانع اللي ذكرناها ما إلى آثار سلبية؟ يعني ما فينا نقول أنه الموضوع سلبي 100% على الحمل، برافو عليكي، إنما لا، الحب المانع في أثر أثار أخرى على جسم الأنثى، مثلاً بيزيد وزنها. من معظم أنواع الحبل المانع معظمها بيأثر على كمان معظم السيدات بزيادة الوزن، في جزء قليل جداً ممكن ما يزيد وزنه. مثلاً إذا عنده استعداد لبعض الأمراض الوراثية مثل أورام الثدي، مثل أمراض يعني خباسات الثدي، المشاكل الدموية، المشاكل القلبية، هي حتى نحن فوق 35 ما منشجع مثلا امرأة مدخنة تاخذ حب مانع، هو له آثار جانبية على الجسم وما له وسيلة أمينة بباقي الأشياء. نحن عم نحكي على الحمل، إنه هو بيعمل عقم؟ لا ما بيعمل عقم، أما إيه مريضة عندها أمراض وعائية، أمراض قلبية، عندها استعداد لبعض الأمراض الوراثية، بعض الأمراض الخبيثة، هدول كلهم بنقول لهم ما بصير تاخذوا حب مانع أساسا. هلا حب المانع هي من مشاكله إذا في استعداد أو مشاكل، يعني مو أي مريضة من يأخذ حب مانع، في كريتيريا، في مواصفات. طيب اللولب مثلا، اللولب وسيلة أنا بعتبرها ببلادنا هون رائعة جدا لمنع الحمل، لأنه ما عاد السيدة أنه تشغل بالها أنه بدي أخذ الحبي ونسيت الحبي وبتخربط خلاص. لكن كمان له مشاكل، يعني ما نو أنه يعني ما بيعمل عقم بس بيعمل مشاكل اخرى عند المريضه، اذا عندها التهابات نسائيه بيزيدها، بيعمل BID، الام حوضيه، بيعمل وجع، يعني له مشاكله. لكن هو من الوسائل الممتازه، ما بنقدر نقول وسيله منع حمل هي امنه 100%، ما في ولا وسيله، يعني نحن اصلا عم نخالف الطبيعه، فبده تطلع بعض النتائج الاخرى، لكن نحن كنا عم نحكي على انه بيعمل عقم، لا ما بيعمل عقم. طيب دكتور، كمان يعني في سيدات مثلا ببداية حملهم بيتعرضوا لإجهاض، مثلا بتكون هي حامل ما أنا منتبهها، بيصير جهد معين بينزل الولد، فبيقولوا أنه عمليات الإجهاض أو الإجهاض الغير مقصود ببداية الزواج ممكن يؤدي لعقم، هل هذا الشيء صحيح؟ لا، هون في نقطة كتير مهمة، يعني مثلا نحن منجي بنقول أنه عملت جهد أدت إلى إجهاض، أنا بحب نتخلص من إن نحمل السيدة ذنب الإجهاض، لأنه دائماً نحن نحمل الأنثى
أكلتي أكلي، ارتعبتي رعبي، عملت أدى إلى جهد. كلام ما كثير ما له دقيق أبدا. الأنثى الحامل فيها تعيش حياتها بشكل جدا طبيعي، وحتى كيف النشاطات اللي كانت تعملها قبل الحمل فيها تعملها. يسقط الجنين، أنا ما بدي أدخل بالإسقاط لأنه موضوع كثير شائك، لكن بدي أقول أن 90% من الإسقاطات تحدث لعلة في الجنين. يعني هو الجنين أساسا هو عبارة عن التقاء مليارات الصبغيات ما بين النطفي والبيضة. وجود خلل بهذا الالتقاء يؤدي إلى شيء نسميه جينوتيكو بروبليم، وبالتالي يسقط الجنين. الجسم الرحم بحد ذاته يرفض الحمل غير الطبيعي وبيطرده، مو هي عملت جهد. بعد ما يصير الإجهاض، لا، حتى كانوا زمان يريحي 6 شهور وريحي لا أبدا. الإجهاض أنا بعتبره إذا ببداية حمله دورة عادية، ويسقط لعلة به ولا تتحمل الأنثى أي زم، ما له علاقة. طيب دكتور، بيأثر فينا نقول بعملية الإنجاب السنوات التأخير؟ يعني لما أجل أنا بتكون صبية مثلاً بالعشرينات، نحن بنعرف العمر كمان بيلعب دور، لما أقول بالعشرينات أو بالثلاثينات بتكون المرحلة مختلفة، لما أجل أقول أول 5 سنوات بيأثر بعدين ولا العمر بيحكم ولا طبيعة الجسم؟ هون كمان موضوع كتير مهم، لأنه نحن كمان عم ندفع ضريبة الحضارة. يعني نحن كنا قبل البنات، هلا برجع على الطبيعة، الأنثى بتجيب من هي عمرها 18 سنة صحيح بتبلش تجيب، هذا الطبيعي. لكن هلا الأنثى تتعلم وعم تعيش حياتها وعم تطور حالها، يعني ما عم سن الزواج تأخر صحيح. 27 28 سن معدل متوسط سن الزواج. ما فينا نقول هي البنت اللي عمرها 28 وضيعت فرص، لا، لكن التأخر أكثر طبعا. يعني وقت مرة سيدة بتجيب أو صبية عمرها 35 سنة بدها تتزوج رح تجيب، بس هي خفت الفرص عندها، ويمكن يعني ما أنا بكفاءة اللي أصغر منها، لكن بالأخير كلهم بيجيبوا. بس أنا لا أنصح إذا بنت تجاوزت 25 سنة، لا أنصح أبدا بتأخير الولد الأول، على الأقل الأول، لأنه ما بنعرف شو عنده مشكلة وشو ممكن تحتاج علاج وقديش ممكن تأخذ وقت لتجيب. الولد الأول دائما بنصح الزوجين لا توقفوا بوشه. يعني معلومات جدا مهمة دكتور، ودائما يمكن بيخطر ببال الكل انه طب شو الطريقة لحتى نأخر الحمل، ما بدنا نقول نمنع الحمل، الطريقة اللي بنأخر فيها حدوث الحمل ولكن بأضر بأقل الأضرار. يعني إذا سيد بدأ أخر 2 3 شهور أكيد أضمن شيء، وهي عروس جديد، يعني أنا ما بدي، يعني سيد صبي متزوج جديد ما بدي أطرح عليها وسائل منع الحمل الطبيعية، لأنه بتعكر له طبيعة حياتها الزوجية. الحبل المانع ما هو غلط، إذا 2 3 شهور أكيد ما رح يأثر عليها وما رح يأذيها وما رح يعمل لها أثر على جسمها، فأوكي يعني. بس برجع بلك 2 3 شهور ما طول الوقت، أما نبلش ندخل بحالة وهذا الشهر اللي بعده ونروح سنتين زمان. أنا كثير بيجيني صبايا متزوجات إنه 3 سنين نحن ما كنا حابين يصير حمل، حرام، لأنه هلأ وقت حبوا يصير حمل طلعت في مشكلة بدها تأخرهم يمكن 2 أو 3 سنين، وبالتالي بتصير مشكلة. طيب دكتور، خلينا نحكي عن المشاكل يمكن اللي بتأثر بالإنجاب عند الصبايا والسيدات. كتير اليوم كنا عم نحكي ببداية حديثنا كتير من الصبايا، يعني أغلب الصبايا عم تلاقي عندهم مبيض متعدد الكيسات، في كياس بالكميات محدودة. سابقا كانوا يقولوا لك إنه لو كان في كياس بصير عملية إنجاب بشكل طبيعي، اليوم لا، عم يكون في تأثير حتى بالهرمونات الجسم بهرمونات الصبية. هلا أول مبيض متعدد الكيسات يعني أخذ سمعة وخوف عند النساء أكثر من حقيقته، وحتى عم يتشخص أكثر من حقيقته. يعني أنا دائما بقول المبيض متعدد الكيسات هو حالة بدها تنوجد كل أركانها لقدر صنف وقول هذا بدي أعمل مشكلة الصبية. يعني كتير منشوف بنات هي دورة منتظمة وبتيجي بتقلي أنا قيل لي إنه عندي مبيض متعدد الكيسات، ده خطأ، ما في دورة منتظمة مع مبيض متعدد الكيسات، لازم التهاب بداني، شعرانية، اضطراب طمس، يعني في أركان للحالة. طبعا حالي تعالج، ما أنا حالي يعني صح بتتأخر شوي، لكن هي من أكثر الحالات يلي تعالج. يعني أنا وقت بتجيني مريضة عقم وبعرف إنه هي مشكلتها مبيض متعدد الكيسات برتاح، لأنه حلها سهل، مو مثل ما لاقي عقم ما واضح أسباب مجهول السبب. ما بدي ينتشر عند الصبايا
خوف من انه انا عندي مبيض متعدد الكيسات، وخاصه هلا في شيء عم يصير بالواقع انه معظم البنات عم يروحوا يعملوا ليزر لينزعوا الشعر. طبعا نزع الشعر النهائي ما انه موجود، بده يرجع يطلع، وكل بنت بمستوى، ممكن بعد شهرين بعد شهر ممكن ما تستجيب. فدائما عم تتهم هاي البنت انه انت ما استفدتي لانه عندك مبيض متعدد الكيسات، وبالتالي عم تدخل بهالحاله هلع انه انا عندي اشكاليه. لا يا بنات يا ولا يا صبايا، ما انا القضيه بهذا الرعب. موجود المبيض متعدد الكيسات، لكن مو بالنسبه اللي عم نشوفها. تختلف الحاله، يعني بنشوف صبايا مثلا اللي عندهم، يعني انا مثلا كيسات صغيره باعداد كبيره، او اذا كان كيسات كبيره باعداد قليله كمان تختلف. لنفهم شغله، في فرق بين كيسة المبيض وبين المبيض متعدد الكيسات. كمان هي نقطة مهمة، كيسة المبيض هي حالة تحدث بعمل المبيض في مرحلة معينة من العمر، لكن المبيض متعدد الكيسات هي حالة بدئية عند البنت، وهي ما نا كيسات، في أجربة بالمبيض. أي مبيض في أجربة، يفترض مثلا نقدر نفهم مشاهد شو المقصود. هي الأجربة يفترض تكون مثلا 2 أو 3 بقياس 7 و8 مليمتر، هذا طبيعي. إذا التقوا مثلاً 20 جراب بقياس 7-8 مليمتر، الجراب في بقلبه سائل، وهذا السائل هي هرمونات، وبالتالي عند 10 أجربة فيهم 10 سنتي مثلاً سائل عم يفرزوا أكثر هرمونات عم يخربطوا لجسمه، وعلى رأسهم الهرمونات الذكرية. هي ما نكيسات، يعني أنا ما بلاقي، هي أجربة سميت مبيض متعدد الكيسات. هذا بيفرق جذرياً عن كيسة المبيض اللي بتحدث بالحياة من أندومتريوز، تيراتوما، أورام، سيمبل سيستيك أوفري. في كتير كيسات تحدث. المبيض متعدد الكيسات برجع بقول لك هي مجموعة أجربة أكثر من المبيض، بتؤدي لإفراز هرموني أكثر، بيعمل خربطة بجسم الأنثى من شعرانية لتأخير طمس لبدان. أكيد. كمان دكتور، بعض الحالات اللي حضرتك ذكرتها بعيدا عن المبيض متعدد الكيسات، لأنه هو بيكون عند الصبايا من 16 سنة أحيانا، وقبل ببلش تظهر اعراض بس احنا هلا بنقول ب 18 وطالع لنصنف. يعني واحدة مثلا عمرها 14 سنه، يعني حرام نصنف فورا مبيض متعدد. صح، بس بيبين من عمر صغير، بيبين طبعا، بيبين عنده بداني اكثر، عنده شعرانيه اكثر، هدول التفاصيل. ولكن الكيسات اللي هي ممكن تطرأ لفتره معينه ويتم علاجها وتروح، بعض انواع العلاج بتكون الجراحه طبعا. وهون السيدات وخصوصا الصبيه لسه ما تزوجت بيكون عندها هلع من انه انا هل ممكن اعمل عمل جراحي حتى لو كان تنظير قبل ما اتزوج، هل هذا الشيء ممكن، انه خطا صغير ممكن يحرمني علي. تماما. خلينا نجيب كمان على هي الاسئله، لانه هي بتطرق على بال كل الصبايا. الاول شيء كثير بدنا نكون حذرين بالتداخل الجراحي لكيسه المبيض. يعني كيسات المبيض اللي بتحتاج تداخل جراحي صدقيني هي كثير قليله، لانه كثير من كيسات المبيض تعالج دوائيا، وكثير مع الزمن نقدر نسيطر عليها بدون تدخل جراحي. حتى اذا كيسه مبيض مثلا فتت 5 سم مثلا، نزفت بالبطن بيقولوا انفجرت، اذا راقبناها ولقينا كميه الدم قليله بالبطن والالم خفيف وما لنا امام حاله اسعافيه، فممكن تنتهي بدون عمل جراحي. لكن انا ما بدي اقول عمل جراحي لانه فشل، ما فينا نحكي هيك، بنقول العمل الجراحي يؤدي الى مشاكل قليله بينعمل. هلا يفضل كثير بالتنظير، يعني هلا نادر جدا انه نفتح بطن مثل ايام زمان لكيسه مبيض مثلا فتلت نزفت صار عندها اشكاليه، ان نفتح بطن بعتبر حرام. تنظير طريقه امنه جدا وما بينضرب شيء، لانه كثير بسمع هي الكلمه تفضلت فيها انه لا ينضرب شيء معكم، ما في شيء اسمه بينضرب معكم، يعني هي ما انا تصليحه، هي عملية إلى تكنيك واضح وسهل وبينعمل بأناقة وبينجح. هلأ كل كيسات المبيض اللي عم نضطر ندخل عليها جراحيا عم نستخدم أجهزة التنظير. طيب دكتور، خلينا بالختام نعطي بعض النصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا وعندهم استفسارات كتير. يعني احنا عم نحاول نوعا ما نجيب عن كل الأسئلة اللي ممكن تدور ببال الصبية. يعني اي مثلا انت ساليني شو النصائح اللي بدي ممكن شو بتحب تقول لهم بالختام، يعني لكل حدا حابب مثلا ياجل الانجاب شوي. تماما، في وسائل الوقائيه تماماً. اليوم السليمه اللي الصبيه ما بتاكل همها او بتخاف. نحن بنرجع بنقول وسائل منع الحمل الطبيعيه، وسائل امنه مريحه
تقدر تراجع طبيبها يعلمك كيف بتعد، لانه يعني كمان العد موضوع انه يعني ما يعني بيجونا المرضى انه انا من اليوم الاول لليوم العاشر امان، من اليوم العاشر لليوم 15 مو امان، من يوم 15 لايام الدوره، لا هذا ما هو تصنيف صح. نحن انا بعتبر من اليوم الاول للدوره لليوم 20 كل هاي الفتره قد لا تكون امنه، بعد اليوم 20 صرنا بفتره امان اكثر، لانه يعني الاباضه ما انا حتما باليوم 14، يعني ما انا قانون، ممكن تيجي باليوم العاشر، ممكن باليوم ال 11، والنطفه الى عمر يعني اذا موجوده من قبل بيومين ممكن تعمل القاح. العد لازم تتعلم البنت كيف تتعامل فيه بطريقه وسيله جيده، بس له الاشكاليه الا لاي صبيه حابه تستخدم وسائل منع حمل ما تخاف، ما تكون عندك هلع، بس بالاخير شوفي جسمك شو بيناسبه. اكيد وكل صبيه وكل سيده هي حاله، يعني مش نوع واحد للحب المانع. صحيح. يعني تشوف جسمها، تراجع الطبيب، تتناقش معه لتوصل لنوع الوسيله يعني ممكن تخدمه. اكيد. شكرا كثير لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها. كل كونزو، اهلا وسهلا فيكم يا